إذا في إطار السؤال ديالكم حول المنتخب وزمن الكورونا، فأنا شخصيا أعتبر أنه من الحسنات ديال الكورونا أنه هو يعتبر فرصة تاريخية للمصالحة ما بين السياسي والمواطن عن طريق إصلاح مجموعة من الأخطاء اللي ارتكبها الشخص السياسي في مجموعة من المحطات السابقة. خير دليل على هذا نذكروا قانون اللي ما يسمى 224 ضد جوج اللي صوتوا عليه بالرفض، 224 نائب برلماني ضد جوج ديال فيدرالية العصر كان مقترح ديال انه الرفع من الميزانيه المعتمده لقطاع الصحه والتعليم. دونك انا كنقول بان هي فرصه تاريخيه للمصالحه بين السياسي والمواطن عن طريق اصلاح هذه الاخطاء السابقه، وذلك من اجل رد الاعتبار لقطاع مثلا الصحه والتعليم، كذلك الاسراع باخراج السجل الاجتماعي لتوجيه الدعم للمستحقين، وكذلك سن مجموعه من التخفيضات والاعفاءات الضريبيه للمؤسسات المتضرره والشركات المتضرره. كذلك كيجي الدور ديال المجالس المنتخبه اللي هنا خصنا نفصلوا كما قلنا، مجالس منتخبه على المستوى الوطني تتمثل في السلطه التشريعيه اللي هي البرلمان ومجلس المستشارين، وكذلك المجالس المنتخبه محليا وجهويا واقليميا اللي تنحصر الدور ديالها اولا في التحسيس والتوعيه، كذلك في المساله ديال الحمايه من الامراض والاوبئه عن طريق الاقتناء ديال مجموعه ديال اللوجيستيك والمواد ضروريه لهذا الوباء هذا، وهذا عن طريق رصد مجموعه من الاعتمادات اللازمه لانه ما كانتش سابقا مرصوده بحكم انه الوباء هو استثنائي. كذلك مجموعه من المراسلات او القرارات التنظيميه من اجل تقنين التجمعات داخل مجموعه من الاسواق ومجموعه ديال، كذلك من بين الادوار ديال المنتخب كذلك ارى بانه القيام بمجموعه من المبادرات التضامنيه لدعم الفئات الهشه داخل المجتمع المحلي. ياتي مجموعه من الاجراءات اللي خصها تكون ضروريه من بعد الوباء، وهي اولا هو انعاش الحركه الاقتصاديه داخل المدن والجماعات المحليه من اجل انه ما توقفش العجله الاقتصاديه، وكذلك انه ما يكونش الضرر كبير على مجموعه من القطاعات كالقطاع الفلاحي وكذلك القطاع الصناعي والقطاع التجاري والخدمات مثلا مقاهي الحمامات مجموعه الامور. وهنا ما تفوتنيش الاشاره انه نشير لواحد المبادره محليه عند مجموعه على مستوى مدينه قصب التادله، وهي التنسيقيه ديال المتطوعين مجموعه من الشباب اللي كيقوموا مجموعه الادوار على مستوى التحسيس التوعيه، التحسيس التوعيه كذلك التبرع بالدم كذلك مجموعه الامور، وهنا كنشكرهم كثيرا، وكنتمنى انه هذه المبادره تعم في مجموعه المدن.